السلام عليكم. المرة اللي فاتت بدأنا في الويندوز وقلنا احنا هناخد الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل بتاعنا اللي هو كان الويندوز. قلنا مميزات الويندوز عن باقي انظمة التشغيل الاخرى زي مثلا الدوس اللي هو الديسك اوبريتنج سيستم. قلنا ان هو تفوق بكتير جدا جدا بالنسبة لموضوع الانترفيس اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس او شاشة الديسكتوب اللي احنا كنا شايفينها قدامنا دي. دي اتاحت لليوزر حاجات كتيرة جدا 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 ان هو يعملها، على خلاف الدوس كان عامل زي الكوماند ويندو اللي هو السي ام دي، كنت هي شاشة سودة كده بس كانت طبعا كبيرة بحجم الشاشة كلها، فكنت بكتب عشان اكسس الدايركتوري بتاعي او اروح على بارتيشن او فايل في بارتيشن او فايل جوا فولدر جوا بارتيشن، فكنت باخد بكتب كوماند طويل قد كده عشان خاطر اقدر اكسس الفايل ده. فجاء الويندوز لغى الحوار ده كله وقال لي اديني، قال لي يا عم انت عندك ادي صفحه الديسك توب اهي او الجرافيكال يوزر انترفيس، انت تقدر تاكسس اي فايل من اي حته، والله سواء كان من هنا ادخل على الواي كمبيوتر اجيب الفايل وعلى البارتيشن بتاعي، سواء كان بارتيشن دي او اي او اف اجيب منه الفايل بتاعي هذا فايل ثم مثلا فولدر ثم جوه مجموعه فايلز كده يعني، وادخل على الاكسس الحاجات بتاعتي. طيب واقدر من كلمه ستارت اكتب اي حاجه، مثلا عندي فايل جوه اسمه خليل يبقى اقوم على طول كاتب خليل واقوم ايه رايح لاكسس خليل، تمام كده اهو مثلا خليل اقوم جايب خليل اللي هو عندي الكمبيوتر بتاعي، لو انا عندي الفايل بتاعي فاكر اسمه اقوم كاتب اسم الفايل وانتر هقوم اطلع الفايل قدامي. ده كان قمه في السهوله. الحاجه الثانيه لما جه لقيت عندي في الجرافيكال يوزر انترفيس التاسك بار، شريط المهام او التاسك بار ده مهم جدا جدا جدا، نقدر منه نعمل حاجات كتير قوي، تمام كده؟ زي ما احنا شايفين انا مثلا حط عندي الوورد، لو عاوز اكسس اي فايل وورد اهو، ده فايل الوورد اللي انا كنت فاتحها، لو ضغطت عليه هيقوم فاتح. نفس الحكايه البرنامج مثلا اللي انا بسجل بيه الادوب ريدر البراوزر اللي هو الجوجل كروم، اي من هنا كمان لما قلنا زي ما نشوف دلوقتي برده كليك يمين بيديني شويه حاجات كتير جدا، مثلا ادخل على البروبرتيز اعدل حاجه او ان انا اعمل حاجات كتيره جدا منها على من على مين؟ من على التاسك بار ده. وقلنا مميزاته ان هو سهل، اقدر اشغل مالتي تاسك عندي على المكنه، يبقى الويندوز بيتيح لي اهو، مش ده مالتي تاسك؟ فتح الفايل اكسبلورر، فتح النت اكسبلورر، وفتح الوورد، وفتح مش عارف البرنامج اللي بسجل بيه كده، فتح فعاليات كتيره جدا، دي اسمها مالتي تاسك على نفس الاوبريتنج سيستم، تمام كده؟ كويس جدا. فاحنا قلنا ميزته ان هو سهل، معظم الناس بتستخدمه، بيتيح لي حاجات كتيره جدا جدا عن طريق الانترفيس اللي هو بيقدمها اللي هي الديسكتوب او الجرافيكال يوزر انترفيس، على عكس الايه الاوبريتنج سيستمز الثانيه او انظمه التشغيل الثانيه زي مثلا اللينكس. اللينكس كان شبه بالظبط الدوس، اللي طبعا اللينكس برنامج عملاق او سوفت وير عملاق، لكن في الاخير برضو عشان تتعامل معاه لازم تبقى يعني ايه على درايه كويس قوي 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 بالكوماندز اللي انت هتكتبها، لان زي ما بقول لك كده موضوع انك تدخل على كمبيوتر على بارتيشن معين، انك تدخل على فولدر عشان على فايل عشان تجيبه، لا هتلاقي الموضوع بقى ايه محتاج تكتب سطر كبير قد كده، ولازم تكون على علاقه كويسه بالكمبيوتر عشان تقدر تعمل الموضوع ده. بس ميزه اللينكس عن الويندوز ان اللينكس السكيورتي فيه عاليه جدا جدا جدا، لذلك معظم الشركات الكبيره بتستخدمه. حاجه كمان ان مساحته على لما بيجي يفتح على الرامه بتبقى صغيره، مش بحجم الايه؟ مش بحجم الويندوز، ده تقريبا نص او تلت حجم الويندوز، فبالتالي هو بياخد مساحه صغيره من الميموري، فبيتيح لي ان اشغل ابلكيشنز كتيره على السوفت وير اللي انا مشغله. اما الماك فالماك ده محتاج يعني اقل مكنه ماك، يعني ممكن يدخل في 100,000 جنيه عشان بس سعره، فالناس بتكش منه فبيقول لك لا، لكن في بعض الناس معاها ماك وبرده ثابت ان هو ايه كفاءه. بعد كده دخلنا بقى على ازاي اشغل الجهاز من قائمه ستارت، والاقي عندي حاجه اسمها اوضاع اللي هي قفل الجهاز والحاجات دي، سويتش يوزر ولوج اوف واللوك والريستارت والسليب والهايبرنيت، ده قلناها بالتفصيل المره اللي فاتت. بعد كده برضو دخلنا على التاسك بار وشرحنا ايه هو التاسك بار وايه هي البروبرتيز بتاعت التاسك بار، في بروبرتيز كتيره جدا، وازاي اعمل لوك للتاسك بار، وازاي اعمل له اوتو هايد، وازاي اخليه سمول ايكونز، وازاي اقدر اعرضه على اليمين او على الشمال او فوق او تحت،
وازاي كمان البطنز اللي هي موجوده تحت عندي ديت ازاي اعمل لها كاستمايزيشن وايه اظهر لي نوتيفيكيشن وايه ما اظهروش تمام كده، وازاي اصلا اظهر برضو الايكونز اللي هي مفتوحه عندي دي، سواء كان مثلا بيقول لي اولويز كومباين اند هايد الليبل، ولا اعمل لي نيفر كومباين، ولا بس ان انا اعمل ايه ان انا اكومباين لما يكون فول، وهم ميزه كل واحد وعيب كل واحد. اقدر اكستمايز برضو عن طريق ان انا اشوف الحاجات دي، اقول له شو الايكون اند نوتيفيكيشن، دون شو الايكون، الايكون يعني اعمل هيدن يعني، او اقول له شو نوتيفيكيشن، وشفنا الحاجات دي كلها المره اللي فاتت. قلنا كمان إن ازاي اعرض الفايلز بتاعتي او الفولدرز على ابتدى الكمبيوتر. قلنا انا عندي اقدر استخدم اقول له ابتدى اقدر اعرضه في ات لارج او اكسترا لارج او ميديوم او سمول او ليست او تايلز او ديتيلز او كونتنت، وعرفنا الفرق بينهم. كمان تصنيف الفايلات لو نقف على ده بيجيب لي التصنيف بتاعه تحت هنا، لكن الفايلز بقى بيديني اكتر. مثلا لو دخلت على ده بيقوم مديني كل حاجه خاصه بالفايل، اجيب مثلا فايل اكسل اهو، بيقول لي ده التصنيف. في حاجات اقدر اعدل عليها وفي حاجات هي كونستنت مع الجهاز ما اقدرش اعدل عليها. يعني مثلا التاج ده اقدر اغير اسم التاج، اقدر اعدل اسم الكاتيجوري، الحاجات دي كلها الكونتنت تايب اقدر اعدله، وفي حاجات ما بعرفش اعدل فيها. اخدنا كمان الماوس، وقلنا الماوس بستخدمها في ايه، اقدر استخدمها في ان انا اشاور على حاجه زي كده، ان انا مثلا اعمل دراج اسحبها كده واحط هنا، ان انا ادبل كليك عشان خاطر افتح الفايل بتاعي والحاجات دي كلها. بعد كده برضو اخدنا السيرش، ازاي اعمل سيرش سواء كان بموديفايد ديت، سواء كان بالسايز، كان بحجم الفايل يعني، او سواء كان باي حاجه انا اقدر سيرش مثلا على كل الفايلات. مثلا انا عايز انا مثلا كتبت فايل وورد ونسيت اسمه مثلا، فانت محتاج تسيرش على كل فايلات الوورد، كل ما تعملها تقول له دوت الانترنت بقى بتاع الوورد، وتقول له بس دوت ايه استريكس استريكس دوت وانترنت مين او استريكس دوت، او زي ما انا كنت عامل كده بقول له استريكس. انا بقى عايز اسيرش على فايلات الاكسل، بقول له معنى استريكس دوت اكس ال اس دوت اكس ال اس، ده امتداد فايل الاكسل اللي عندي على المكنه بتاعتي. فانا عايز بقى اسيرش على كل امتداد فايل الاكسل، اقول له ايه استريكس في الاول واستريكس في الاخر، معناها ان هو هيروح يجيب لي كل فايلات الاكسل اللي موجوده عندي على المكان اللي انا بسيرش فيه، او لو انا بسيرش من بره هيسيرش على المكنه على كل فايلز الاكسل اللي موجوده في المكنه. لو انا رحت بره هنا كده على الكمبيوتر وقمت عامل اكس ال اس ديت كلها، هيقوم جايب لي كل فايلات الاكسل اللي موجوده على المكنه زي ما انتم شايفين كده، عمال يجيب ايه؟ يجيب كل فايلات الاكسل اللي هي موجوده عندي على المكنه كتيره جدا جدا جدا. هو ده ازاي اعمل سيرش بالامتداد. لو انا مثلا نسيت اسم الفايل وعايز، بس انا فاكر ان هو كان مثلا اكسل او وورد، اقوم بس كاتب ايه عشان اسيرش عليها كلها، اقوم قايل له ايه؟ هات لي استريكس في الاول واستريكس في الاخر اللي هي علامه الفيلير تي وورد دي، واقوم كاتب امتداد الاكسل اللي هو موجود عندي في المكنه. ممكن يكون عندكم اكس ال مثلا اكس اس ال اس، مش مشكله، على حسب امتداد الفايل اللي موجود عندك في المكنه بتاعتك، ما فيش مشكله. النهارده هنكمل الدرس بتاعنا اللي هو التعامل مع الملفات في الويندوز او الاوبريتنج سيستم بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو الويندوز. بيقول لي بيقول لي انت ازاي تفتح مستند. اوبن ا دوكيومنت، ازاي افتح مستند؟ احنا عارفين ان بكل سهوله لو انا عايز افتح مستند هقوم رايح على المستند ده واضغط عليه دبل كليك. مثلا انا عندي مستند اهو، هلاقي له ده مستند، هقوم ضغط عليه ايه؟ هقوم ضغط عليه مثلا دبل كليك اهو، هيقوم فاتح. تمام كده؟ ادي مستند لان ده كان فايل، ده مستند اهو بقى، هقوم ضغط عليه دبل كليك هيقوم ايه؟ اهو دبل كليك هيقوم ايه؟ هيقوم فاتح لي الفايل بتاعي اللي انا عايز افتحه. تمام، ما فيش مشكلة. بعد كده قال لي انت كمان ده انت ممكن تفتحه من كومنت ستارت، بس هيشترط ان سيادتك تكون فاكر اسم الايه؟ اسم الفايل. يعني مثلا لو انا مش عايز، شوف ده بقى ده جمال الجرافيكال يوزر انترفيس والحاجات دي كلها. هقوم رايح على كومنت ستارت، هدخل كده اجيب مثلا الفايل اللي انا كنت فاتحه دلوقتي ده، هجيب مثلا اسمه ده، هجيب ده كده اهو كوبي، واقوم رايح على كلمه ستارت واقفل ده خالص اهو، واقوم حاطه هنا، واقوم ضغط عليه ايه؟ انتر. المفروض يدخلني على مكانه، بس هو فتحه لي اهو
قام مديني اسم الفايل اهو، اقوم ضغط عليه هقوم فاتح لي ايه هذا الفايل اهو اللي انا كنت مغلقه عليه. يعني بكل سهوله اقدر اتحرك في مين في الفايلات بتاعتي. بس انا فاكر اسمه اقوم كاتب اسمه ادي اسمه اهو، هقوم طالع له هنا هقوم ضغط عليه هيقوم ايه هيقوم مفتوح. يعني نقدر نفتح الدوكيومنت بتاعنا او الفايل بتاعنا بكام طريقه؟ بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا اروح اقف على الفايل واقول له دبل كليك اهو دبل كليك هيقوم مفتوح، او لو انا عارف اسمه ومش عايز ادخل على البكره من جوه اقوم جاي هنا في قائمه ستارت ضغط عليها واقوم كاتب اسم الفايل اهو كتبت اسم الفايل واقوم ضغط عليه هيقوم ايه هيقوم فاتحه لي. تمام كده. دي الميزه اللي بيتميز بيها الويندوز وازاي يفتح لي فايلات من غير ما ادخل على المكنه من جوه اصلا. فتحنا الملف بتاعنا وكتبنا فيه جامعه الازهر كليه الهندسه قسم هندسه النظم والحاسبات بنين، فما فيش اي مشكله. تعالوا كده مع بعض نفتح واحد بره. ها مثلا هكريت اي فايل جديد اهو، انتوا تحبوا وورد ولا تكست فايل ولا الاثنين؟ انا عندي اقدر اكريت وورد فايل زي ما هنشوف ان شاء الله في الفصل السابع، وعندي كمان تكست فايل زي ما انتوا عايزين ايا كان. مثلا وورد فايل اهو ممكن اسميه اي حاجه تي اتش مثلا واقول له افتح او فتحته دبل كليك واكتب فيه مثلا ايه اكتب فيه بقى اي حاجه مثلا اي حاجه ايه ده مش برضو مش عارف اي حاجه كده مش عارف اي هري. وهنشوف ازاي نبقى نظبط الكلام ده في وورد ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام كده تمام كده كويس جدا. طيب ادا شفنا ازاي نفتح الفايل بتاعنا وهنسيفه كنترول اس وهقفله عشان لو احتاجنا تاني. قال لك خلي بالك بقى الفايل اللي انت تفتحه ده فيه علامه الاكس وعلامه تعالى نفتحه تاني. نقفل ده نجيب ده فاما ده قال لي هلاقي فيه ايه فاهو علامه الاكس والمربعين اللي على بعض ده. قال لي اكس انت هتعمل له كلوز ده هتعمل له ريستور تصغره يعني او تكبره على حسب ما انت عايز، وده هتعمل له مينيمايزيشن هتنزله في التاسك بار. هو راح يطلعه من التاسك بار اهو. هو ده اللي الراجل عايز يقوله لنا هنا. عندك علامه الاكس اللي هي كلوز، علامه الريستور داون اللي هي المربعين اللي على بعض دول يا اما تصغر حجمه يا اما تفرده بعرض الصفحه. بعد كده زرار المينيمايزيشن اللي هتنزله انت في التاسك بار من تحت وتطلعه وقت ما انت محتاج تطلعه عشان تتعامل معاه. العمل مع الملفات والمجلدات يقصد ايه بالعمل مع الملفات والمجلدات؟ بيقول لي مثلا انا عايز كريت فايل فولدر، عايز اكريت فولدر. كلمه كريت معناها ان احنا ننشئ. شفت زي ما انا عملت بالظبط دلوقتي كده، انا رحت على سطح المكتب وقمت اعمل كريت يمين وهات لي النيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت. نفس الحكايه اهو. تعالى كده نشوف. انا بيقول لي ازاي تكريت فولدر. عشان اكريت فولدر قمت قايل له انا هروح بيقول لي بروح عنده بانشاء المجلد بالنقر المزدوج. يا عم ده لسه هنشئ. بيقول لي في اي مكان فارغ اهو، بعد كده بقول له ايه كليك يمين وهات لي نيو ثم فولدر. ده اللي احنا قلناه. تمام كده. يبقى انا عشان خاطر اكريت اي فولدر جديد بعمل ايه؟ كليك يمين ونيو. الراجل اللي راسلنا اهوت بالصور كليك يمين ونيو ثم بقول له فولدر. ماشي انا هناك عملت فايل مفيش مشكله. تعالى يا عم نعمل فايل ونحطه جواه نكريت فولدر نحطه جواه فايل الاكسل ده فايل الوورد ده. انا كليك يمين نيو فولدر اهو. نقول تاني كليك في اي مكان فاضي. بالمناسبه انا بعمل على الديسك توب واقدر اعمل جوه ماي كمبيوتر في اي حته يعني اهو ماي كمبيوتر اهو. مثلا انا فاتح مثلا ايه فاتح مثلا اف او دي او اي بارتيشن من دول. افتح اي بارتيشن واقول ايه كليك يمين ونيو
وفولدر، هي مش بتضر بس هيكون على سطح المكتب يعني. انا بس بوريكم ان في اي حته على المكنه بتاعتي، سواء كان على الديسك توب او سواء كان على اي بارتيشن، بقدر اكريت الفولدر بتاعي عن طريق ان انا اقف في مكان فاضي وبقول له كليك يمين ثم يمين ثم فولدر. لو انت عايز تسمي الفولدر ايه، سميه مثلا بي اتش، ما فيش مشكله. عشان افتحه بعمل ايه؟ دبل كليك عليه اهو قام فاتحهولي. طيب انا عايز احط جواه مين؟ انا احط جواه فايل الورد اللي انا كريته، ارجع فايل الورد اللي انا عامله او صاحبه كده واحطه هنا جوه، يبقى فايل الورد بقى جوه الايه؟ جوه الفولدر بتاعي. تمام كده؟ لو على سطح المكتب هنلاقي فايل الورد جوه الفولدر بتاعي. عشان افتح فايل الورد تاني اقوم فاتح ده الدبل كليك زي ما قلنا، واقوم مكبر الصفحه واقوم ضغط على ايه؟ ضغط على فايل الورد دبل كليك، هيقوم ايه؟ فاتح معايا وبيقول لي مش عارف كذا. تمام كده؟ كويس جدا. ده ازاي اكريت فولدر. قال لي كليك يمين على اي مكان فاضي ليه ثم هختار فولدر. كويس جدا. قال لي بعد كده انت بتسمي زي ما شوف انا سميته كاتش، صح كده؟ سميته كاتش. طيب انا سميته، انا ايه؟ انا سميته وعايز اغير اسم الفولدر بتاعي او اسم المجلد بتاعي، بعمل ايه؟ عشان اغير اسم الفولدر بتاعي الراجل هو يقول لي هنا روح على الفولدر او الفايل ويقول له كليك يمين ورينيم. اعمل ايه؟ اعمل رينيم. تعالى كده بره اقفل ده. بالمناسبه انا لو فاتح ده، لو فاتح فايل الوورد، لان الفايل بتاعي موجود جوه الفولدر اللي اسمه تي اتش، صح؟ اهو اللي اسمه تي اتش اللي هو بره هنا ده. انت عارفين لو انا جيت هنا ويدوا له كليك يمين ورينيم عشان اعدل اسمه، وقلت له مثلا انا اسميه مثلا تي اتش ال اي ال، هاجي اقف على اي حته هيقول لي لا مش هقدر اسيفه. ليه؟ بيقول لي خلي بالك الاكشن ده كان نوت كومبليتد. ليه؟ بيكوز ذا فولدر از اوبن ان اور ديسك توب. بيقول لي انت عندك فايل وورد مفتوح، عشان تخزن ده لازم تروح تقفل الوورد الاول. لو انت انا رايح على فايل الوورد ده وقفلته وقلت له تراجل، هيقوم ايه؟ هيقوم مغير لي اسم ايه؟ اسم الفولدر بتاعي لخليل. يبقى انا عشان خاطر اغير اسم الفولدر او الفايل او اي حاجه موجوده عندي بعمل ايه؟ كليك يمين وبعمل ايه؟ وبعمل رينيم. واقوم بقى مغير الاسم اللي انا عايزه، مثلا اخليه مثلا إيه؟ مثلا كده لون كده، ماشي؟ اقول مثلا اي حاجه. يبقى انا كده غيرت ايه؟ غيرت اسمه. طيب هل في طريقه ثانيه يا دكتور غير كليك يمين ورينيم؟ في طريقه ثانيه. هقوم واقف على الفولدر اهو بكليكايه واحده، كليكايه واحده، واقوم ضغط اف 2 من الكيبورد اهو، قام زرقها لي بيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلا خليها ايه؟ خليها مثلا اوبن مثلا اي حاجه. تمام كده؟ اهو. طيب هل في طريقه ثانيه يا دكتور؟ ايه هي؟ هقوم ضغط كليكايه محدد الفولدر او الفايل، واقوم ضغط عليها كليكايه واحده كمان، هيقوم عامل لي ايه؟ هيقوم مزرقها لي عشان خاطر اكتب مين؟ عشان خاطر اكتب الاسم الثاني اللي انا عايزه، مثلا اخليه مثلا توتو مثلا. تمام كده؟ طيب هل في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه ان انا اسلكته اهو بكليكايه، اختاره يعني بكليكايه، واقوم حاطط السهم على اسم الفولدر واقوم ضغط باك سبيس. كان في بعض الكمبيوتر بتقبله، انا عندي ما قبلوش، مش مشكله. طب هل في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه، اقول له كليك يمين وبروبرتيز واقوم مختار مين، هيطلع لي في حاجه اسمها جنرال. جنرال ده كاتب لي فيه توتو، اقوم مخلي توتو ايه؟ ميمو مثلا اهو، واقول له اوكي. اما خليهولي ايه؟ اما خليهولي ميمو. تمام كده؟ يبقى انا اقدر اقول له كليك يمين ورينيم، كليك يمين وبروبرتيز، واقوم داخل على جنرال مغير اسمه، او احدد الفايل بتاعي والله هجيب لك كليكايه واحده، او احدد الفايل او الفولدر بتاعي والله اف 2 من الكيبورد اهو. تمام كده؟ في الوقت ده بيقوم ايه؟ بيقوم متاح لي ان انا اغير اسم الفايل بتاعي. كويس جدا. طيب بعد كده بيقول لي ازاي اكون مجلدات متداخله. يعني ايه مجلدات متداخله؟ شايفين انتوا المجلد او الفولدر اللي احنا كريتناه ده؟ لو جيت جواه هفتحه دبل كليك اهو، دبل كليك وقمت فاتحه، اكبر الصوره بس. بيقول لي ازاي تكون مجلد متداخل؟ هروح جوه المجلد واقوم اي كليك في مكان فاضي وكليك يمين نيو فولدر تاني اهو، مفيش مشكله، وسميه اي حاجه كي 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 اهو، وهحط فيه مثلا الفايل اللي اسمه كي اتش اهو،
فهم دخل جواه وقام عمل كليك يمين ويو وفولدر وصل مثلا ال 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 وقام حاطط جواه مثلا خليل اهو. انا بس بعمل ايه؟ بعمل دراج بقول عليه وسحبه احطه جواه. وقام دخل جواه وقام كليك يمين ويو وفولدر تاني مثلا بي 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 اهو. وقام واخد خليل ورميه جواه اهو. تمام كده؟ شوف انا عملت كام واحد بقى. يبقى انا عندي بي 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 جوه الفايل اللي اسمه خليل، يبقى خليل جوه بي بي بي، وبي بي بي نفسه جوه ال ال، وال ال نفسه جوه كي كي كي، وكي كي كي نفسه جوه ام 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 اللي هو موجود فين؟ على الديسك توب بتاعنا زي ما احنا شايفين. تمام كده؟ يبقى جميله جواه كي كي كي، جواه ال ال ال، جواه بي بي بي، جواه الفايل بتاعك ده. انت لو عاوز تحط الداتا بتاعتك وتلغفل بقى الناس اللي هي موجوده عشان خاطر ايه؟ طيب كده نوع من انواع التوريث بقى. يبقى انا عندي فولدر فاضي يا جماعه، ما حدش يتخيل ان هو جواه حاجه، لكن بس انت حاطه بعدين كذا فولدر جوه. يعني دي اسمها مجموعه المجلدات المتداخله او الفولدرز المتداخله. تمام كده؟ تمام. بعد كده حذف المجلدات. تمام كده؟ احذف المجلد ازاي؟ انا اقف عليه اهو، هقوم واقف عليه واقول له عندي بقى خيارين، يا اما احدده ان انا اقف عليه بكليكه واحده واضغط ديليت من الكيبورد، او ان انا اقف عليه بقول له كليك يمين وديليت واختار ديليت من القائمه اللي هتظهر لي. تمام كده؟ يبقى نقول تاني هقوم واقف على الفايل بتاعي او الفولدر او اي حاجه انا عايز اديليتها ايا كانت، واقوم ضاغط ديليت من الكيبورد، او ان انا احدد الفايل بتاعي بان انا اقف عليه بكليكايه ثم كليك يمين واختار ايه؟ واختار كلمة ديليت. تمام كده؟ بالمناسبة عشان بس اقول لكم على حاجة زيادة كده ليكم، انا اقدر احدد الفايل بتاعي ازاي؟ هقوم واقف عليه. لو انا عايز اجيب خلاصه بضغط حاجة اسمها الت انتر. حاجة اسمها ايه؟ الت انتر. هيقوم مديني ايه؟ مديني خواص الفايل اللي هو ميمو بروبرتيز. تمام كده؟ هقولها دلوقتي. طيب بعد كده ده انا الديليت، عملية الديليت ان انا بحدد الفايل واضغط ديليت من الكيبورد او احدد الفايل واقول له كليك يمين هيظهر لي قائمه هختار منها ايه؟ هختار منها ديليت. ده الديليت فقط، ان انا بعمل ديليت بس لمين؟ بعمل ديليت بس للفايل اللي هو موجود عندي. كويس جدا. تعالوا بقى نكمل نشوف الراجل بيقول لنا ايه تاني. حذف نهائي. لو انا عايز احذف الفايل بقى حذف نهائي خالص، ما يبقالوش اي اثر عندي، ضعف عليه وقوم قايل ايه؟ شيفت ديليت من الكيبورد، شيفت ديليت من الكيبورد. خلي بالكم من حاجه، انا لما بضغط ديليت، لما بضغط كليك يمين واقول له ديليت، ايه اللي بيحصل؟ الفايل بيتدلت عندي، بيروح فين؟ بيديني رساله ويقول لي هل فعلا فعلا انت عايز تدلت الفايل؟ اقول له يس عايز ادلت الفايل. هل الفايل كده اتدلت نهائيا ولا لسه موجود عندي؟ لا الفايل لسه موجود عندي. طب اجيبه منين؟ من الريسايكل بن. اقوم رايح على الريسايكل بن على الديسك توب واقوم داخل دبل كليك، هلاقي جواها مين؟ مين اهو. لو انا عايز ارجعه تاني مكانه اقول له كليك يمين ريستور، هيقوم رايح فين؟ شنو لنا ووداها على مكانه الاصلي. وداها فين؟ وداها على مكانه الاصلي اهو، دخله على المكان الاصلي بتاعه اللي هو كان موجود فيه. ده لو انا عايز ارجعه تاني. طب لو انا ضغطت شفت ديليت يا دكتور هيقدر يرجعه تاني؟ لا مش هرجعه تاني اطلاقا، يبقى شفت ديليت مش حذف نهائي. طب انا اقدر ارجعه تاني؟ تقدر ترجعه تاني اللي هو شفت ديليت، يعني الويندوز نفسه مش هيقدر يرجعه تاني، لكن انت تقدر تنزل برنامج مساعد من على الانترنت تحطه هنا وتسطبه وتشغله، هيقوم ايه؟ هيقوم يرجع لك الفايل بتاعك. البرنامج ده اسمه ايه؟ اسمه ريكفري اول فايلز او ريكفر ماي فايلز. تمام كده؟ ده البرنامج اللي يقدر يرجع لك ايه؟ الحاجات اللي انت دلتها اطلاقا اللي هي استحاله ترجع تاني. تمام كده؟ طيب هقول هكتب لكم اسمه هنا عشان حد لو حد حب ايه يستعيره. اسمه ريكفري اول فايلز تقريبا او ريكفري ماي فايل كده، يعني هو ده البرنامج اللي يقدر يرجع لي الداتا اللي اي حتى ريكفري ماي فايلز. ريكفري ماي فايلز كاترين زي كاترين سي ريكفري ماي فايلز او ريكفري اول فايل. لو انا حتى دخلت على النت خدت الاسم ده ورحت على النت عملت سيرش بيه
ادي اهو سيرش دي بيقول لي شوف ريكفري اول فايلز سوفت وير فري داونلود ريكفري اول فايل مش عارف ايه. شوف كل دي برامج تقدر تلاقيها ريكفر اول ماي فايلز الحاجات دي كلها اهو. ادخل مثلا على اول واحد هيقوم جايب لي كل البرامج وانا ادخل انزله واسطبه على المكنه بتاعتي واشغله واتبع الخطوات اللي هيقول عليها هيقوم مرجع لي الفايلات كلها اللي انا دمجتها سواء كانت اوديو فيديو ان ديس كده يعني. وفي بيبقى هو بيرجع بنسبه 98% او 97% في بعض الفايلز مش ترجع وفي لكن بنسبه 98% دي حاجه عظيمه جدا. انت لو حد مثلا دخل على طريق غلط وعمل شيفت ديليت الداتا يقدر تقدر ترجعها. اقول لكم الميكانيزم اللي بترجع بيه او هو بيقدر يرجعها ازاي. هو بيقدر يرجعها عن طريق الداتا بتبقى متخزنه عندي على الهارد زي ما قلنا بيبقى لها عنوان او ادرس ومحتوى الداتا نفسه. انت حذفت المحتوى لكن الادرس لسه موجود. انت عارف انت البرنامج ده ما يقدرش يرجع الملفات المحذوفه. لو انت بعد ما دمجت مثلا الهارد مثلا بتاعك ال 500 جيجا وكان مليان كل داتا وانت عملت لهم شفت ديليت عملت لهم غلط وعايز ترجعهم تاني تقدر ترجعهم طول ما انت ما حطيتش داتا تانيه. لو انت رحت لقيت الفايل تاني ب 500 جيجا تانيين شكرا لو حتى جبت له عفريت مش هيقدر يرجعه. لكن انت طول ما حطيتش داتا على الاماكن دي لو انت مثلا هو 500 جيجا وكلهم طاروا لو انت حطيت على 200 جيجا تقدر ترجع ال 300 جيجا لان هم لسه ما حطيتش فيهم داتا. لكن لو مليت داتا جديده شكرا مش هتقدر ترجعها تاني ايا كان لان الادرس لسه موجود. لو انت جبت ريكفر اول فايلز هيقوم رجع الداتا هيقوم يبص له يكرر الادرس هيقوم يرجع لك الداتا لان لكن انت سيادتك مع اللي رحت حطيت داتا جديده ثانيه على القديمه فهو ما بقاش شايف غير الجديده هيجي يقرا الجديده مش هيقرا بقى القديمه. هو ده الايه الميكانيزم اللي بيرجع بيه الداتا. استخدام المكتبات للوصول الى الملفات والمجلدات بيقول لي انت بدل ما انت عايش هازارد كده وايش فيديو في مكان وايش اوديو في مكان وايش صور في مكان ما تلم كده فايلاتك في مكان معين وسميها مثلا فيديو تحت فايل اسمه فيديو او لايبرري اسمها فيديو تمام كده. فالراجل قال لك انا هستخدم اللايبرري ديت ليه؟ عشان خاطر يجمع لي فايلاتي اللي هي من نفس النوع في مكان معين. لو انا عندي مثلا مجموعه دوكيومنتس سواء كانت مثلا وورد سواء كانت اكسل فايلز سواء كانت اكسس فايل اي فايل من اي دوكيومنت من اي دوكيومنت يعني حتى بي دي اف اقدر احطها في مكتبه المستندات. لو انا عندي فايل من نوع صور عندي صور كثيره عايز احطها في مكان كويس احطها في مكتبه الصور. لو انا عندي موسيقى حاجه من ميوزك احطها في مكتبه الميوزك. لو انا عندي فيديوز احطها في مكتبه الويندوز الفيديوز. طيب لو انا اوصل للمكتبات دي ازاي يا دكتور؟ هتيجي سيادتك كده على ماي كمبيوتر اجي افتح ماي كمبيوتر اهو هلاقي هفتح هنا ماي كمبيوتر او من او من او من هناك ادي ماي كمبيوتر اهو. شايفين هنا على اقصى الشمال في حاجه اسمها ايه؟ لايبريز ودي هقف عليها هيقوم مدياني الدوكيومنت الميوزك البيكتشرز والفيديوز. دي مجموعه المكتبات اللي موجوده عندي سواء كانت مكتبات من نوع دوكيومنت مستندات او من نوع ميوزك موسيقى او من نوع بيكتشرز اللي هي صور او من نوع فيديو اللي هي فيديو. واقوم حاطط جواها كل اللي عايزه. طبعا انا دكتور دلوقتي عايز اعمل مكتبه جديده عايز اكريت مكتبه جديده. بكريت مكتبه جديده ازاي؟ اقوم جاي كليك يمين تلاقيني كان فاضي كليك يمين واقوم قايل اليوم لايبرري اعمل ايه لايبرري واقوم مسميها مثلا بيتش اي حاجه واقوم حاطط جواها اللي انا ايه اللي انا عايزه تمام كده. انا مش عايزها فاقوم قايل له شوف سليك يلا. يبقى انا كده قدرت اخزن الداتا بتاعتي اللي هي من نفس النوع سواء كانت دوكيومنت سواء كانت ميوزك سواء كانت اي نوع من الانواع دي او حتى نوع جديد انا مثلا عايز احطه في المكتبات بحطه واضيف فيه اللي انا عايزه. انت تقدر توصل للمكتبات برضو عن طريق قناه اورجنايز ثم اللاي اوت بتلاقي فيها ايه اللايبراري بان هتقوم ظاهرها قامت اللايبراري بان ظاهره معانا تمام كده تمام كده. ده ويندوز 7 حد هيقول لي طب يا دكتور انا عندي ويندوز 10 ومش عارف اجيب اورجنايز عندي هتلاقي حاجه اسمها فيو من قائمه فيو اللي هي موجوده عندك على الكمبيوتر الاصليه اللي هي دي هتلاقي هنا كده حاجه اسمها فيو تقوم رايح ضغط على فيو وجايب منها كل اللايبرز اللي انت عايزها او اللي انت محتاجها. حتى لو هي مش موجوده هنا انت تقدر تخرجها عن طريق بس ان انت تقول له ايه فيو مش عارف ايه ويظهر لي اللايبرري هتقوم ظاهر لك على الشمال هنا كويس.
طيب يبقى ده اللايبرري بتاعتنا. قال لك انت ازاي توصل للايبرريز زي ما قلنا اهوت وشرحنا ازاي اكريت مكتبه جديده او هاو تو كريت ا لايبرري. قلنا ازاي تكريت لايبرري، كليك يمين وتقول كريت لايبرري، بقول كريت لك لايبرري، يقول لك انت عايز تسميها، تقول سميها الاسم اللي انت عايزه. نسخ ونقل الملفات والمجلدات. النسخ ازاي اخد نسخ وازاي اخد اعمل كات اللي هو النقل وازاي اعمل ماشي. تعالى الشباب نقول من الاول نيجي هنا. انا مثلا عايز اخد كوبي والحاجات دي كلها. بصوا يا جماعه انا ازاي اخد نسخ؟ هقول نحدد السطر او الكلمه او الكلام او الحاجه اللي انا عايز انقلها، اقول له كنترول سي من الكيبورد. شوفوا انا اخدت كنترول سي اهو، واقوم رايح على المكان اللي انا عايز احطها فيه. هذه مثلا في نفس الفايل كده بحطها في فايل تاني عادي خالص اهو، فاقوم حاطط كنترول في، هيروح هتطلع لي تاني اهو. نقول تاني اروح على السطر اللي انا عايزه اخده كوبي، عايز انسخه، اقوم قايل له ايه؟ كنترول سي من الكيبورد، كنترول سي من الكيبورد، واقوم نازل على المكان اللي انا عايز احطه فيه واقوم قايل له كنترول في، اقوم حاططه لي تاني. تمام كده؟ تمام. طب في طريقه تانيه يا دكتور للكوبي؟ اه في طريقه تانيه للكوبي، ايه هي؟ قال لك في قائمه ايديت عندنا، تقدر تجيب ايديت وتكوبي. او طب اكوبي تاني ازاي؟ هقف على السطر او الكلمه او الكلام اللي انا عايز اكوبي، اقول له كليك يمين ويعمل لي كوبي اهو، واقوم نازل تحت قايل له في المكان اللي انا هحطها فيه، او في الفايل لو في فايل في مكان تاني خالص مفيش مشكله، اقوم رايح فاتحه وقايل له كليك يمين ويقول له ايه بيست. بس هو هنا بيديني اوبشن، شوفوا بقى لما اقف على الاوبشن بيديني ايه؟ اهو بيست اهو، او ده او ده ايا كان. انا اخترت بيست ده، قام هو حاططه لي تحت، بقى عندي كده كام واحد؟ عندي ثلاثة. هشيل دول خالص اعمل لهم ديليت عشان خاطر نتاكد تاني. انا تفتكروا ان انا بضحك عليكم؟ اهو ديليت اهو، دامت خالص اهو، الفايل ما بقاش في عندي غير دول. انا عايز اخد دول كوبي كده اهو، كليك يمين كوبي، خدتهم كده كوبي، وانزل تحت كليك يمين وبيست، اختار اي اوبشن، هل اختار ده ولا ده ولا ده؟ زي ما انا عايز مثلا ده او ده اهو، قام حاططهم لك ثلاثه اهو، بقى عندي ثلاثه فوق وثلاثه تحت. تمام كده؟ ليه بقى؟ احنا عايزين الكوبي، قال لك انت تقف على الحاجه اللي انت عايز تاخدها، سواء كانت كلمه او سطر او كلام، تكليك يمين تقف عليه تقول له كليك يمين وكوبي، او من الكيبورد تقول له كنترول سي وتقوم رايح تحت عامل فيها ايه؟ تقوم رايح تحت قايل له كنترول في، هيقوم ايه؟ هيقوم مطلع حالك. تمام كده؟ حلو جدا. هوريكم حاجه ثانيه من قائمه ايديت. طب فين ايديت دي يا دكتور؟ هوريكم ايديت. هنا انا مش موجود عندي حاجه اسمها المنيو بار، عايز اظهرها، اظهرها ازاي؟ هروح على اورجنايز، او لو انت شغال ويندوز 10 هات فيو وقول له اللي اوت وقول له المنيو بار. ظهر لي هنا حاجه اسمها ايه؟ ظهر لي هنا حاجه اسمها فايل وايديت وفيو وتول. هروح على ايديت واقول له كوبي. طب انت هتكوبي ايه؟ لو انا واقف عند حاجه معينه هيقول لي اديها لي كوبي. انا هكون واقفين فين؟ بس ده مش جوه الماي كمبيوتر، خلاص مش مشكلة هنتجاهل ده. ونروح فعل على لو مثلا عايز هلكوا تاني مفيش مشكلة خالص، هنجيلها لما نيجي عند السيكونس بتاع الكتاب. يبقى ده الكوبي. بعد كده عندي مين؟ شوف هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله يا اما بكليك يمين ثم كوبي، يا اما كنترول سي، يا اما من قائمة ايديت من شريط القوائم تختار كوبي. اهو انا بقول لكم بقعد على ايديت واقوم قايل ايه؟ كوبي. هي هنا مش متنشطه لان انا مش واقف عند حاجه بعينها. لو انا مثلا جيت على ده بصوا اهو كليك يمين، انا اقف على اي حاجه كليك يمين اهو نشط لي الكوبي، هقوم قايل له كوبي، كان انا عايز اخد كوبي من الانجلش بوك ده، اقوم اقف عليه كليك يمين واقول له كوبي. تمام كده؟ حلو جدا. كوبي تو فولدر او موف تو فولدر، بيقول لي انت عايز تروح فين؟ هقول له مثلا اروح عند الفولدر الفلاني، اقول له مثلا عايز مثلا اروح على اف على مش عارف ايه، واختار مثلا هواوي، واقوم قايل له ايه؟ ميك نيو فولدر، هقول له عامل لي نيو فولدر وحاطط لي جواه مين؟ جوه ده. انا بس عشان خاطر الجهاز تقريبا مليان فمش عايز احط حاجه، انتوا شايفين الهارد اصلا احمر كله اهو.
يعني المكان الفاضي ده بالعافيه بسجل لكم فيه الفيديوز بتاعت المحاضرات بتاعت الناس كلها، فبالعافيه يقدر يكفي، فمش عايز اخد كام من ايه، مش عايز اقفل الهارد على الفاضي. طيب ده كده الكوبي. في حاجه كمان، ده بيوريك ازاي تاخد بيست. زي ما قلت لك بيروح على المكان اللي انت عايز تروح عنده، بيقول لك اكدتك نيو فولدر، قول له اه ميك نيو فولدر وتسميه، بعد كده بتحط الداتا بتاعتك ايه جواه، تقول له اوكي. الكات، عايز اعمل كات، شايفين ده؟ عايز اقطعه، اقطعه ازاي؟ كليك يمين واقول له كات، ام اقطعه. طب عايز احطه بقى في المكان اللي هو عايز اوديه هناك، هنزل مثلا صفحه جديده اهو، صفحه جديده اقول قايل ايه؟ كليك يمين وبيست، سواء كان بيست ده او بيست ده او بيست ده ايا كان، يبقى حاطه له بيست. طب هل في طريقه تانيه يا دكتور للكات؟ اه، عايز اخد مثلا بيري كات، الثلاثه دول بتعمل ايه؟ بعمل من الكيبورد كنترول اكس، كنترول ايه؟ كنترول اكس، قمت اقطعها احطهم تحت اهو، كنترول في، تمام كده؟ يبقى كنترول سي بتاخد كوبي، كنترول اكس بتاخد كات، كنترول في بتعمل لي بيست. هنشوف اختصارات كتيره جدا 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 واحنا ماشيين في خلال ان شاء الله الكورس بتاعنا. الكات يبقى قال لي برده كات من كليك يمين ثم كات، اقدر اجيبها كنترول سي، واقدر اجيبها عن طريق مين؟ شفت كنترول زي انا عملت ايه؟ رجعت تاني لان كنت عملت حاجه غلط. ده برده اختصار من دول الاختصارات، كنترول زي. شوف مثلا انا لو ضليت دول اهو، طب نسيب كنترول زي لما نخلص الاول. من ايديت اقول له برده كات، اروح على قائمه ايديت اهو في مثلا بارتيشن اي، اقول له اقف على واحد معين كامباسيا ده، واقول له ايديت وكات، واقول له كات، وبعد كده اروح في المكان اللي انا عايز احطه واقوم حاطه بيست زي ما قلنا بالظبط. طيب نيجي كمان على الحته اللي بتقول عليها، يبقى كات برده نجيبها بثلاث طرق، زي مين؟ زي الكوبي، بس ديت سي وديت اكس. نيجي عند الحته اللي هي كنترول زي، شوفوا ده همسحه اهو، اهو مسحته خالص اهو، عايز ارجع وده قمت واخد ده كمان مسحه اهو، عايز اتراجع التراجع بكنترول زي اهو، كنترول زي كنترول زي، اما رجعني من اللي كنت عليه، تمام كده؟ هو ده اللي بتعمله كنترول زي. طب لو انا عايز اتراجع عن التراجع، خلي بالكم كنتوا ال 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 البتاع ده بيعمل لي اندو، اندو يعني ايه؟ يعني اتراجع عن، يعني مثلا بص شوفوا ده همسحه اهو، ده اللي متنشط ان هو مين؟ ان هو اندو، تمام كده؟ طيب اندو اللي هو كنترول زي، لو ضغطت عليه من فوق اهو هشيل ده اهو، شيلته واقوم قايل له اندو، هقوم رجعه لي كاني بضغط كنترول زي بالظبط. طب انا لو عايز اتراجع عن التراجع اعمل ريدو اهو، اللي هي دي بالنسبه لي مين؟ كنترول واي، يبقى كنترول زي اهو، يبقى مثلا همسح اول خطوه كان يبدا من جديد اهو، همسح ده اهو، عايز ارجعه كنترول زي، عايز اشيله تاني كنترول واي، تراجع عن التراجع اسمه ريدو، تمام كده؟ تمام كده، يبقى هو ده الايه؟ الكنترول زي او اللي هتعمل لي اندو بترجعني خطوه، او كنترول 1 تعمل لي ريدو بتطلع لي قدام خطوه اللي انا رجعتها. طيب تمام. بقى عندنا تحديد مجموعه من الملفات او المجلدات سواء كانت متجوره او غير متجوره. ازاي احدد مجموعه من الملفات والمجلدات سواء كانت متجوره او غير متجوره؟ تعالوا نشوف كده. الاول هناخد مثلا الغير متجوره. انا عايز احدد مجموعه من الملفات، هنعتبر ديت ملفات، وانا عايز احددها بطريقه الايه؟ التحديد الغير متجاور. هقوم ضغط على اول واحد واقوم ضغط كنترول من الكيبورد ومش هشيل صباعي، واقوم ضغط على الثاني وضغط على الثالث وضغط على الرابع وضغط على الاخير، دي معناها تحديد مجموعه من الملفات الغير متجاوره. ازاي يا دكتور؟ ان انا بقوم احدد اهو اول واحد وبقوم ضغط كنترول من الكيبورد وما اشيلش ايدي خالص خالص غير لما اخلص، واقوم ضغط على اللي انا عايزه الثاني واللي انا عايزه الثالث واللي انا عايزه الرابع، تمام كده؟ يبقى انا كده بحدد مجموعه من الملفات او المجلدات الغير متجاوره، تمام كده يا جماعه؟ تمام، سواء كانت في هيئه صفوف او سواء كانت في هيئه اعمده. طيب تحديد مجموعه من الملفات المتجاوره، يا اما عندي خيارين،
يا اما اقف على اي حته فاضيه واسحب دراج بالماوس، ده كده حدد لي مجموعه من الملفات المتغيره، تمام كده؟ يا اما اعمل حاجه حلوه، احدد اول واحد او اخر واحد واضغط شيفت شيفت من الكيبورد وما اشيل السوس باي خالص، واضغط على اللي انا عايزه اللي انا عايز اقف عليه اهو، هيقوم محدد لي بلوك كده بس من الملفات المتغيره. نفس الحكايه اقدر اعمله برده في الوورد، لو جبنا اللي تحت دول فوق كده هنقول طالعين باللي تحت دول فوق كده اهم اهم اهم. بالمناسبه انا هنا بضغط ديليت عشان خاطر اطلع الايه، اطلع الكرسور فوق، اطلع الكرسور فوق اهو، بضغط ديليت ويقوم يطلعهولي فوق. هعلمكم الحاجات دي ان شاء الله لما نروح للوورد. طيب ده انا عايز احدد شويه صفوف متغيره، احدده ازاي؟ هقول مثلا محدد اول واحد، تمام كده؟ لو متغيره بقوم رايح ضاغط على ضاغط شيفت ورايح محدد ضاغط على اخر واحد انا عايز اعلم عليه، اللي هو مثلا انا عايز اعلم واقف هنا اقوم واقف هنا اهو، شوف انا واقف فين اهو، احدد ضاغط هنا هو واقف هنا وضغط ايه كليك شمال اهو، شوف حاضر لي ايه، اما حدد لي كل الصفوف المتجاوره من الكلام او من الفولدرز اي فايلز ايا كان بقى ايا كان، تمام كده؟ ده ايه؟ ده المتجاوره. طب لو هو المتجاوره اقوم محدد ده وضغط كنترول كنترول للكيبورد واقوم محدد ده وضغط برضه ما اشيلش صباعي خالص واقوم محدد ده وضغط ما اشيلش صباعي خالص واقوم محدد ده وانزل احدد اي حاجه ثانيه انا عايزها ايا كانت اقدر احدد اهو، يبقى انا حددت مجموعه من الصفوف اللي هي الايه؟ من الصفوف الغير متجاوره عن طريق ان انا بحدد اول صف وبعد كده بضغط كنترول وما اشيلش صباعي خالص واروح اقف على الصف الثاني والثالث والرابع زي ما انا عايز، تمام كده يا جماعه؟ والله لو متجاوره بقوم محدد اول واحد او حتى اول كلمه، بالمناسبه اول كلمه اهي هو واقف بالكرسر فين؟ شوف انا وقفت بالكرسر فين؟ وقفت بالكرسر على اول قبل اول كلمه اللي هي اتش تهاو دي، واقوم رايح على اخر اس بس قبل ما اضغط على اس دي اقوم ضغط شيفت، قبل ما اضغط اقوم ضغط شيفت واقوم ضغط اهو هيقوم متحدده، فاي مشكله الدنيا سهله خالص اهي، تمام. يبقى احنا حددنا ملفات متجاوره او حتى صفوف في الوورد او ايا كان في اي حته ايا كان وغير متجاوره بقى عن طريق انا بضغط كاترين ما اشيلش صباعي. تحديد كل الايكونز تحديد كل الايكون في ملفات او مجلدات. شايفين انتوا هنا ده الفايل اهو، انا عايز احدد الفايل كله سواء كان صفحه او صفحتين او ثلاثه او 100 او ايا كان عدده، عايز احدد الفايل كله عن طريق كنترول اي. شوفوا احنا خدنا كمان اختصار اهو، احنا خدنا كنترول سي بتعمل كوبي، كنترول اكس بتعمل كات، كنترول في بتعمل بيست، كنترول سي كنترول زي بتعمل تراجع او كنترول زد يعني بتعمل تراجع، كنترول واي بتعمل تراجع على التراجع، كنترول اي بتحدد كل الفايل. شوفوا بتحدد كل الفايل هذا موجود عندي، لو عندي مليون صفحه هتقوم محددهم كلهم. طب اقدر اجيب التحديد الكل ده من حاجه ثانيه؟ تعالى كده على 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 ايديت انا بشوف فين ماي كمبيوتر اهو، انا دلوقتي واقف فين؟ اهو مش محدد اي حاجه، انا عايز احدد كل الصفحه اللي قدامي دي، بعمل ايه؟ بقول له ايديت واقوم قايل له سيلكت اول، اقوم محدد الكل ايديت وايه؟ ايديت وسيلكت اول، تمام كده يا جماعه ولا مش تمام؟ طب انا عايز اشيل التحديد يا دكتور بعمل ايه؟ بقول له ايديت انفيرس السيلكشن، انفيرت السيلكشن يعني اعمل لي عكس السيلكشن، انا كنت عامل سيلكت اول دونت سيلكت اول دونت سيلكت اول، انا شايل التحديد، تمام كده؟ يبقى انا اقدر اعمل السيلكت اول عن طريق ان اعمل كنترول اي او من قائمه ايديت اللي هي موجوده عندي دي، بقوم قايل ايديت وهات لي سيلكت اول، هيقوم عامل لي سيلكت اول عشان اشيل التحديد ده، اقوم قايل برضه ايديت وانفيرت السيلكشن يعني ما تحددش وانا واحد امشي شايل السيلكشن. الدنيا كده اعتقد سهله جدا 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 ان هي عكس التحديد اهو، عكس التحديد انفيرت السيلكشن بيلغي المحدد. كويس جدا. الريسايكل بين، الريسايكل بين بتعمل ايه؟ اي فايل بعمل له ديليت بس بيروح يتخزن فين؟ بيروح يتخزن في الريسايكل بين. طيب استعاده الملفات المحذوفه زي ما وريتكم في الاول، انا عملت ديليت لفايل عشان ارجعه بعمل ايه؟ بروح على الريسايكل بين واقوم قايل له ايه؟ واقوم قايل له ريستور الفايل، هيقوم مرجع لي الفايل تاني مكان. ادي الريسايكل بين اهي، دي فيها الملفات المحذوفه اللي انا عملت فيها ايه؟ اللي انا دمجتها، تمام كده؟ طب
تاني. لو انا عايز ارجعه مكانه بعمل ايه؟ بقول له كليك يمين وريستور، هيقوم رايح موديلي الفايل ده فين؟ في مكانه اللي انا حذفته منه. تمام كده؟ تمام كده. يبقى لما بعمل الفايل كليك يمين وديليت، او بقف عليه واقول ديليت من الكيبورد، بيروح لي الريسايكل بن. طب انا عايز اعمل له ريستور، يعني ارجع الفايل المحذوف ده، بعمل ايه؟ بقوم كليك واقف عليه رايح الريسايكل بن، واقف عليه واقول له كليك يمين واعمل لي ريستور الفايل، يعني رجع لي الفايل المحذوف تاني مكانه بالظبط اللي انا حذفته منه. حذف نهائي اللي هو شيفت ديليت. حذف نهائي اللي انا بقف على الفايل واقول له ايه؟ بقف على الفايل واقول له شيفت ديليت. وانا شرحت لكم موضوع الشيفت ديليت ازاي، وازاي اصلا قلنا الشيفت ديليت باي ديفولت اللي هو ما بيرجعش ابدا، لكن قلت لكم على برنامج الريكفري ده اللي هو يقدر يرجع لي كل الفايلات المحذوفه او الحاجات اللي انا حذفتها، سواء كانت اوديو فيديو ايميجز ايا كان، يقدر يرجعها لي، بس بتبقى بنسبه مثلا 97 او 98%، بس دي نسبه جميله جدا جدا. ونبقى خلصنا الدرس بتاع النهارده، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه.